إضافة لما يسمح به القانون في الحال المراقبة ديال الشرعية ديال اسمه وكذا ديال جامعة الطوارئ، لكن المهم والمهم هو المواكبة، راجل تاع قصد حنا نتعاون وبطبيعة الحال ما فيها حتى بأس، لأنه هذه المعونة تجي بعض المرات 80% من طلب من المنتخبين. أعطي مثال، حنا ماشي كنقولوا ديال السقم دي بوان اللي عاودت ليه الاسم في نقاش مع السيد الرئيس، تقول لك بالنسبة للطالع عندنا هذا الشيء، دونك حنا باش ما يبقاش الجماعة بوحدها غالطة في واحد الاسمو أو في واحد القرارات، راه كنشرقوا جميع المصالح ديال الدولة. ملي كنجي نقولوا ودي مثلا إذا جينا داك الشيء اللي كان دار بوحدها دار في الدراسات، راه خصنا عشرات المرات هذا الشيء باش يكفينا لهذ المحاور. دونك إما تدخل في ليزيستيماسيون أو الرؤية ما كانتش واضحة. تقوم بمساعدة المصالح ديال الدولة لإعادة هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، حنا مهمة ديالنا بطبيعة الحال وهو التنمية وهو المساعدة على التنمية، ولا كان غادي نبقاو قاعدين في البيرو، كان عندنا مسؤولية ديال الأمن والنظام العام، هذه راه مسؤولية قانونية ودستورية، ولكن عندنا مسؤولية ديال الدفع والتنسيق العمل ديال المصالح ديال الدولة والدفع بهم. أنا مسؤول دستوريا وقانونيا على تعثر نصائح ديال الدولة للسيرفيس بوبليك. الظاهر 77 2003 تعطيني صلاحية إخبار الوزير أو القطاع على تعثر النصائح، ما يمكنش واحد القطاع ما تعثر تنبقاو ساكتين. إذا لهذا تتكون واحد العدد ديال الإنيسياتيف وديال المبادرات اللي تجي اما من السلطه او من المنتخبين، ونتعاون على هذه الاخراج ديالها. اعطي مثال، بعض المرات نقول حنا ما كنهضروش على روسيا، ولا نقولوا راه واحد تيخدم ولا واحد تيخدم. حنا اتفقنا مع السيد الرئيس، هو اللي خصو يهضر، هو اللي خصو دروك يقول. حنا اتفقنا على انه نتعاون باش نخرجوا واحد الحاجه، الحاجه اللي مزيانه تنمشيو فيها، اللي خايبه تنحيدوها. صافي، اللي مزيانه تنمشيو خايبه تنديروها. أو اللي تتبع عندنا أفكار نتقاسمو، هاد ديال هاد البركة اللي عاوننا بها السيد وزير ديال السكان الله يجزيه بخير، قصة دايرة. هاد البرنامج ما كانش تقدم محليا، واش كنتو قدمتو؟ كنتو انتبهتو ليه؟ ما كانش تقدم، قلت لي خوانا ودي راه حنا جيت أنا من الإقليم استفدت بكذا، ها النموذج. جا السيد الوزير في السيام قلنا ليه الله يجزيه بخير، مكناس ضايعة دايرة دار في 7 أيام 10 أيام صوبنا الاتفاقيه وعطينا السيد الرئيس ومشى عند وزير السنه وعاود جبناها ودرناها في السيركوي وسنتها الداخليه ومشات. هكا باش جات هاد الازمه، غادي نبقى نقول اودي وخلي الرئيس يبوربي ولا خلي الجماعه تبوربي، ماشي سوقيش انا هذا ديال الاحياء. هذه الانطلاقه ديال 30 حيرة جات بهكا، حسبها هكا ولا حسبها هكا، لا الازمه. تيجي السيد الرئيس يقول لك اودي نتعاون، حنا نتعاون. ومتى نمتدش لأنه هذاك العمل اللي قلتي تنقوم بعمل لأنه مهمتي هذيك وغنخلص عليه وجيت من أجله، لا ما تنتسناش منه شي حاجة أخرى، لا تنتسناش حاجة، دونك تنتعاونوا، الحاجة اللي مزيانة تنقولوا مزيانة، الحاجة كذا نتعاون مع المجالس. وحاجة ديال المجالس تنسرعوا بها، ها السيد الرئيس ملي تيجي بالميزانية السنوية كم تستغرق؟ تأشير على ميزانية في نهارها. تجي تدرس وديال الجامعات اللي دوك تنقوموا بالجامعات الحضاريه، ولا الدستور ما بقاش في الجامعات الحضاريه، الجامعات الاخرى التهيئه الحضاريه، حنا اللي قلنا لهم هاك ديروا التهيئه الحضاريه، نوضوا سيدي ديروا برنامج ديال التهيئه الحضاريه ومشى الوزاره الداخليه وفيه غادي كاين فايفيان اللي غادي مع الوزاره، غادي نقول اودي وخلي هذه الجامعه تبقى تبوربي، خليها لازم ها المشوار حاضر هنا. المشروع عندهم 8 ملايير مشتة في دير يبريك، جينا درنا اجتماع مع الرئيس والمكتب وعجلنا ذاك الاعتمادات ديالو، شي هنا 120 هنا 40 هنا 10 هنا 20 صفحة، وعجلناها وخرجنا 80 مليون درهم لبرامج انطلقت في هذه الساحة عين عودة، واحد العدد ديال البرامج اللي غادي تنطلق. غادي نجي نقول لهم ودي وخلي هذه الجماعة تبوربي، مسؤوليتنا هو الدفع للتنمية، واللي ما عرفهاش المنتخبين تنقولها له، هذا واجب ديالي. واللي دار على الطريق تنقول له ودي لا راه هكا، إذا ما كانش راه تنقسموا المحكمة الإدارية. فهمتي؟ إذا هذا نتعاون،
ولكن داكشي اللي علمنا الله تقول له دير خصو يبدا هادي خصك ديرها هادي خصك ديرها. وحنا مرتاحين بهذا التعاون مع الجامعات ما بقيناش عندنا صعوبه كنقولها بطريقه يعني ولا سموها ولا 1% ديال الصعوبه ما تلقاش لانه نتعاون وما عندناش هذا الهاجس ديال الاسواق. دونك ما تنقولش ديالنا راني تنمشي الا الجامعه تيقوم باختصاص ديال العمل او العمل تيقوم مقام نتعاون بلا سمو. بطبيعه الحال عندنا واحد المسايره ديال الجامعات لكن القانون ديال جامعه الطائف واحد عدد الاختصاصات مكولة للعمل في المساهمه. تيجيونا ليزوتوريزاسيون سبيسيال فيرمون كريدي هنا البروغرام تنسميهم ميكانيك مويا بصفه ميكانيكيه ما تبقاش نحن نقولوا هذا علاش هذا هذه النقطه هذا هو الدور ديالنا. وحنا الدور حنا والله سي تنقوموا به وغادي ندير ما غاديش نبقاو قاعدين في الريف وكذا. الحال نشتغل الاسواق في الاتجاه كمساعد الجامعات على التحقيق ديالهم. والجامعات باش نساعدهم ملي تيجي يطلب من الجامعات المحليه ما تمشي نقولش انا المديريه ودير المشروع راه ماشي هو هذا تمشي في الاتجاه اللي تكون امن به دونك وعزيز هذاك المشروع. راه ما يمكنش يجي مشروع نعليو فيه مساعدة ديال الجامعات براء بلا رأي موافق ديال العمل هذا راه مفروغ منه. إذا تنعاون هنا تنعاون الدور هذا كاين اللي غادي يبغي يفعلنا حنا تنأمن بأن هذا هو الدور الأساسي ديالنا هو جانب التمعن اللي علمنا الله تنقولوا للجامعة التهديد كاين اللي مزيانة تنقولوا نمشي فيها ما مزيانة والحمد لله في المقابل ما عمرنا لقينا شي حاجة إلا الأذان الصاغية. والمهم ديالنا هو الإخراج ديال هذه المشاريع لازم حيدوا هي خارجة هذا كان اتفاقية الرئيس تيعرف هذا الشيء مثلا ديال المساهمة ديال الجامعات المحلية وما غاديش نبدا نحكي أسرار ديال الإدارة لازم كيفاش تعاوننا 15 مليار ديال الجامعات المحلية اللي كانت لازم واحد الظروف وتنقوموا حنا بعض المرات دور ديال لازم ولكن ماشي تنحلوا محل متفق ولكن تنساعدوا بلاصتو وباش الا ما درتيها كذا ما غاديش يدير اتفاقيه مع السيد وزير الشباب والرياضه هذا السيد المدير تحل التقاعد مشى شحال من مره حنا مع الوزير ديال الشباب والرياضه السي سكول احتصل هذيك الاتفاقيه اللي فيها 12 مليون درهم ديال الاسلام وكذا ليس مستهل فلوس ديالهم مشات في ظروف كذا ولكن الوزير وقف معنا وحقق بلاصتو. اذا هذا باختصار من ناحية لازمو السلطة الترابية منوط بها التنسيق ومواكبة والعمل على إخراج وتحقيق المشاريع وتنظلو نطلبو الوزارات بحال دوكا كي تيقول لك طلبت كذا تنظلو نطلبو هذا هو اللي طلبت كذا كذا الله يجزيك بخير وتنديرو جميع دوك لي زارغيمونتير من جهتنا باش تبلي ديك لا ديسيزيون ديالو تيقول لك هكذا راه ماشي غير واحد كندار إذا تنقوموا به ونتقاسم هذه الأدوار مع السلام المنتخب الحاجة اللي تيمشي يتضارب عليها وكذا وراه قلت الكلمة ديالي قلت لهم غادي نكونوا رجال لأن البناء في بلاصة أخرى تعطي نتائج دونك حنا هذه المسألة كاين النقطة الثانية في العموميات وهو الإخوان تيهضروا على 400 سنة 500 ديال المشاريع المشاريع عندهم الفيريتي ملي تقول الطريق بالبيكوش راه معروفة فين الإخوان ديال الجيز بين السي راه معروف 4 سنين 5 سنين ديورا الا طريق اكلت 4 5 سنين ديال البيكوش راه هذا هو اللي نورم عندها لا ديوري دي ملي تنقولوا طريق بلون روبي لا ديوري دي ديال طريق بلون روبي هي 12 عام ياك 10 سنين ملي تنقولوا لي كونستركسيون في المجال الحضاري راه عندهم ديوري دي راه في اوروبا ملي تدوس العماره 100 سنه تيهدموها واخا ما عرفتش كيفاش تكون ما غاديش نبقى شاد حاجه 400 عام راه الدواء الناس إذا هذه المسألة راه ماشي عندها حاجة أخرى بأن جميع المشاريع عندها ليزيتيود ديالها وعندها لو سويفي ديالها وعندها ممارسة هذا الشيء باش أنا درت على ديال الإكوان بان ملي تيحسب بوحدو تيشيط له ياك ملي تيجي واحد ليتيود تنفاليدو هذاك ليتيود من الطعين القولي عديه الامير المحبوب مولاي الحسن والشدة اطراف لسن المناضجين وكافه نصره الملكيه الشريفه انك سميع المجيب. اللهم تامل بواسع رحمتك فقيدين غربه الاسلام الملكين المجاهدين جلاله الملك الحسن الثاني وجلاله الملك محمد الخامس. اللهم طيب قرارهما واكرم نزولهما واجعلهما يا رب عندك يوم
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محفوظا، واجعل تفرقنا يا مولانا منه تفرقا سالما موفقا للشر معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا، وما عندك يا ربي من خير طلب قلبنا. فاقبل اللهم بوجهك الكريم علينا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر سلطاننا واهدنا اوطاننا واشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا بما يرضيك آمالنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. وسلم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.